وللحديث عن الفساد الذي يضرب المؤسسات الحكومية في العراق تنضم إلينا عبر الهاتف من عمان الأكاديمية والباحثة في العلاقات الاقتصادية الدولية الدكتورة هدى فالح الكبيسي. السلام عليكم. وعليكم السلام. أهلا بك. بحسب هيئة النزاهة في العراق فإن خزينة العامة للدولة خسرت نحو 4 تريليونات دينار بسبب فساد نافذة بيع العملة. كيف تتم هذه المضاربات التي من شأنها أن تنتج هذه الخسارة الكبيرة، مبلغ كبير 4 تريليونات؟ نعم، مساء الخير عليك أستاذ سنان وعلى السادة المشاهدين الكرام. يعني في الحقيقة نعم هو مبلغ كبير، وإذا حولناه إلى بالدولارات يطلع حوالي 1,700,000,000 دولار. يعني بمعنى إذا رجعنا أيضا إلى نقطة أساسية مهمة، البيع اليومي إلى مزاد العملة يصل ما بين 140 مليون إلى 190 مليون دولار يوميا عملية بيع العملة. نعم. وبالتالي من خلال هذا الرقم نستطيع أن نكتشف أن هذه المبالغ اللي هي المفقودة المسروقة المنهوبة اللي هي تقدر بأربعة تريليون عراقي تقريبا من نصف شهر. فمن هذه نستطيع أن نستشف أيضا أنه كم هو من المقادير الأخرى التي هي في عداد النهب، يعني نضعها تحت هذا الرقم. هذا فقط لنصف شهر من المبيعات. نعم. إذا نحن أمام مشكلة جدا كبيرة، في فساد جدا كبير، لا نستطيع أن نحصر هذا الرقم بأرقام بعد مجملها قد تؤدي إلى أرقام فلكية يعني في عملية السرقة والنهب. نعم. طيب، يعني هل من آليات معينة لإيقاف هذا النزيف؟ وإذا كانت هناك آليات فعلا، فما الذي يمنع من تطبيقها لوقف السرقات المستمرة؟ نعم، يعني عندك يعني بالدرجة الأساس هو يعني إيقاف، كما نشير دائما إيقاف نافذة بيع العملة، وبالتالي يعني هذه العملية التي تعرف عليها البنك المركزي غير كانت معروفة قبل 2003. نعم. هي هاي سبب المشكلة. السبب الآخر أو الشيء الآخر الذي يجب أن يتخذ بمسألة الحل هو يعني إعادة هيكلة النظام بشكل كامل، وبالتالي يجب أن يتم مراقبة ويعني الأموال التي تخص المسؤولين والذين هم مسؤولين عن هذا. يعني هنالك جهات متخصصة في هذا المجال، وبالتالي يجب أن يسألوا على أموالهم اعتماد تصريح على ممتلكاتهم والدخل من أين لكم هذا، وبالتالي أيضا اعتماد معايير دولية بمراقبة المعاملات المالية اللي هم في صددها في إخراجها إلى الخارج، وبالتالي تحويل هذه الأموال التي يحصلون عليها سواء من بيع العملة أو كما ذكرتم في تقريركم بيع النفط وتهريبه. نعم. السؤال هنا يعني لو سألنا كيف يتم التحايل وتحويل هذه الأموال، كيف يتم تغطية يعني التغطية من مصرف إلى مصرف من البنك المركزي، كيف يتم التغطية على بعض؟ يعني هو هذا جزء من نظرية الفساد السياسي، وبالتالي هنالك حلقات مترابطة يعني متسلسلة مع بعضها البعض حتى تستطيع أن يغطي كل واحد من واحد إلى الآخر. بالتالي هي يعني هذه المجموعة هي متفقة فيما بينها ولديها جماعات تستطيع أن تقوم بمثل هذه العمليات وتخرج الأموال إلى خارج العراق دون مساءلة. وطبعا هذا يعود إلى ضعف النظام وضعف السلطة وكثير من الأشياء التي هي تخص النظام المالي. لو كان هنالك مراقبة صحيحة لاستصعب على هؤلاء القيام بمثل هكذا أعمال. نعم. طيب، في خبر قرأناه عن المصارف يقول أن المصارف الأهلية كانت المستفيدة من عمليات التحويل في نافذة البيع، ولكن غالبية المستمسكات اللي كانت تقدم من قبل تلك المصارف كانت مزورة. كيف يتم يعني قبول هذه المستمسكات المزورة وليس مصرف واحد أو اثنين؟ نعم، يعني ايضا هي اساسا هي العمليه التي تعمل على يعمل البنك المركزي على تقديمها، هي يعني يجب ان يعمل التاجر على سبيل المثال في شراء مجموعه من السلع، وهذه السلع هي قيمه الاموال التي هو يستحصل عليها من البنك المركزي، لكن الذي يعني يحدث هو انه لا يتم شراء بها سلع، انما تصدر صكوك مزوره بهذا الشيء بان هنالك عمليه شراء وبالتالي عملية تبضع وإلى آخره سواء كان من الخارج أو أي شيء يعني على أساس يهم أو يخص
الحصول على السلاح. في حقيقة الأمر هو لا يجد مثل هذا الشيء، وإنما يتم مضاربة في هذه العملة، بيع وشرائها، وبالتالي يؤثر على مجمل العملة الدينار العراقي. وهكذا صارت يعني عملية الفساد عن طريق أيضا تغطية فيما بينهم بمعرفة الجميع كيف تحدث هذه العمليات، وبالتالي أيضا لا يوجد حصر لها ولا يوجد من رقيب إيقافها من بعد 2003 إلى يومنا هذا. طيب نعم، بالتوازي مع مضاربة العملة، هناك تقارير تحدثت عن فساد في عقود الجوازات الإلكترونية، والذي أهدر ما يفوق 70 مليون دولار. أين تقف الرقابة الداخلية من هذه العقود الفاسدة التي تهدر ملايين الدولارات المفروض يستفاد منها المواطن العراقي؟ نعم، يعني هذه الشغلة أيضا، شغلة الجوازات اللي هي اختلاف العقد ما بين العقد الأولاني هو مع ألمانيا كما هو متعارف، وبالنتيجة تم تغييره إلى فرنسا، فهذه جاءت عن نتيجة ضغوط سياسية حدثت بالتأكيد، وبالتالي حتى يعني يستقطلوا هؤلاء على مزيد من الأموال دون التفكير بما سيحدث في الاقتصاد العراقي وفي الأموال العراق. يعني هنا الذي يحدث هو عدم تمييز بين أموالهم الخاصة وبين أموالهم العامة في سبيل تحقيق رغباتهم، وفي أثناء هذا كله هو غياب مراقبة السلطة، وبالتالي ممكن أن تحدث مثل هذه العمليات التي سمعنا عليها. نعم. من عمان الأكاديمية والباحثة في العلاقات الاقتصادية الدكتورة هدى فالح الكبيسي، شكرا جزيلا لك.